السلام عليكم سنقدم اليوم درس في مادة النشاط العلمي الوحدة الأولى تحت عنوان بماذا تتغدى النباتات إذا أعزائي التلاميذ ستلاحظون الآن الصور المقدمة أمامكم على الشاشة إذا من خلال هذه الصور ستلاحظون أن النباتات تعيش في مناطق مختلفة وتحتاج الى ظروف معينة لكي تحيا وتعيش وتنمو، اذا السؤال الأول: ما هي حاجيات النباتات لكي تحيا وتنمو؟ ما هي حاجيات النباتات لكي تحيا وتنمو؟ اذا أعطيكم مهلة للتفكير. اذا بعد ان فكرتم في هذه الحاجيات التي ستحتاج اليها النباتات اذا سننتقل الى بعض الفرضيات التي يمكن ان تكون قد قمتم بصياغتها للاجابه عن هذا السؤال اذا الفرضيات هي الماء التربه الضوء الماء التربه الضوء إذا لإنجاز هذه آه، للتأكد من هذه الفرضيات لابد من إنجاز بعض التجارب التي ستمكننا من التحقق من هذه الفرضيات، وهنا سنحتاج إلى بعض المعدات وبعض الوسائل التي سنستعملها، إذا في نظركم ما هي هذه المعدات والوسائل التي سنحتاج إليها؟ لانجاز مثلا التجربه التي ستبين لنا بان الماء ضروري لنمو النباتات اذا ننتقل اذا السؤال هو ما هي الوسائل والمعدات التي نحتاج اليها لانجاز تجربه تبين ان الماء ضروري لحياه النباتات اذا هذه المعدات هي نحتاج الى اصيصين ونبتتين كما هو موضح على الشاشه وتربه حقل وماء اذا اعيد نحتاج الى اصيصين ونبتتين وتربه وتربه حقل طبعا وماء ننتقل الان الى مشاهدات او ملاحظات التجربه الاولى التي ستبين لنا أهمية الماء. إذا لاحظوا هنا بداية التجري التجربة لدينا أصيص أ وأصيص باء في الأصيص أ وضعنا تربة حقل ونفس الشيء بالنسبة للأصيص باء إلا أننا نقوم بسقي الاصيص او النبته في الاصيص ا بشكل منتظم اي بانتظام ثم في الاصيص ب نترك التربه جافه بعد مرور عده ايام نلاحظ النتيجه النتيجه بعد مرور عده ايام هي كما هي موضحه امامكم على الشاشه اذا السؤال المطروح هنا كيف كانت النبتتان في بداية التجربة كيف كانت النبتتان في بداية التجربة ثم السؤال الثاني كيف أصبحت النبتتان في نهاية التجربة إذا فكروا معي فكروا في الجواب عن السؤالين ننتقل الآن إلى الجواب: في البداية النبتتان مخضرتان، في البداية النبتتان مخضرتان، وفي النهاية النبتة أ نمت، والنبتة واخضرت، والنبتة ب ذبلت ولم تنمو، إذا في البداية النبتتان مخضرتان، وفي النهاية النبتة ألف نمت واخضرت والنبتة ب دبلت ولم تنمو إذن من خلال نتائج هذه التجربة ماذا تستنتجون من خلال هذه النتائج؟ ننتقل إلى الجواب الجواب هو على شكل استنتاج رقم واحد تنمو النبتة في التربة المسقية بانتظام وتذبل في التربة غير المسقية إذن تنمو النبتة في التربة المسقية بانتظام ولا وتذبل في التربة غير المسقية إذن نطرح السؤال الآتي هل يمكن ان تعيش النباتات بدون ماء هل يمكن ان تعيش النباتات بدون ماء نفكر في الجواب اذا لا يمكن لان الماء ضروري لحياه ونمو النباتات اذا الجواب واضح لا يمكن من خلال التجربه الاولى التي قمنا بها تبين ان الماء ضروري لحياه ونمو النباتات، الآن سننتقل إلى تجربة أخرى، إذا تلاحظون معي من خلال التجربة أننا سنحتاج إلى تربة حقل، ثم ماء سنضعها في الأصيص أ، ثم لدينا هنا الأصيص باء رمل مغسول مع ماء مقط إذا إذن سنغرس نبتتين أو نبتة في كل في كل أصيص إذن في الأصيص أ سنغرس نبتة مع تربة حقل ثم نسقيها بالماء بينما في الأصيص باء سنسقي النبتة بماء مقطر والنبتة بطبيعه الحال مغروسه في رمل مغسول اذا بعد مرور عده ايام سنلاحظ التجربه النتيجه الاتيه اذا هذه هي النتيجه كما هي موضحه على الصوره اذا نلاحظ الصوره التي تبين النتيجه ماذا تلاحظون على هذه الصور أي بطريقة أخرى كيف كانت النبتتان في بداية التجربة وكيف أصبحت النبتتان في نهاية التجربة إذا نرجع إلى الصور إذا لاحظوا معي الصور جيدا لكي تجيبوا على السؤالين اذا نلاحظ بداية التجربة ثم نهاية التجربة اي النتيجة بعد مرور عدة ايام ننتقل الى الجواب بعد ان فكرتم في الاجابة الجواب في البداية النبتتان مخضرتان في البداية النبتتان مخضرتان إذا ننتقل إلى بداية التجربة نلاحظ بأن النبتتان أو بأن النبتتين مخضرتين ثم نهاية التجربة ماذا نلاحظ في نهاية التجربة ننتقل إلى الجواب في النهاية النبتة أ نامت واخضرت والنبته باء ذبلت ولم تنمو، النبته باء ذبلت ولم تنمو، إذا لنرجع إلى الصور بطبيعة الحال نلاحظ أن النبته أ نمت بينما النبته باء ذبلت ولم تنمو، ذبلت ولم تنمو، إذا ماذا نستنتج؟ من خلال هذه النتائج ماذا تستنتجون من خلال نتائج التجري التجربة أعطيكم مهلة للتفكير ننتقل الآن إلى الجواب عن هذا السؤال إذا بطبيعة الحال نحن بصدد الاستنتاج رقم اثنان تنمو النبتة في تربة الحقل ولا تنمو في الرمل المغسول تنمو النبتة في تربة الحقل ولا تنمو في الرمل المغسول إذا هذه هي هذا هو الإستنتاج ننتقل إلى السؤال الموالي لماذا لا تنمو النبتة في الرمل المغسول إذا في نظركم أعزائي التلاميذ فكروا جيدا في الجواب عن هذا السؤال من خلال التجربة الأخيرة لماذا لا تنمو النبتة في الرمل المغسول إذا كما تلاحظون في الرمل المغسول لا تنمو النبتة النبتة لا تنمو بل ذبلت ولا تنمو. إذا مهلة للتفكير والإجابة عن السؤال، لماذا لا تنمو النبتة في الرمل المغسول؟ إذا ننتقل الآن إلى الجواب. الجواب هو لان الاملاح المعدنيه الضروريه لنمو النباتات لا توجد في الرمل المغسول لان الاملاح المعدنيه الضروريه لنمو النباتات لا توجد في الرمل المغسول اذا كما تعلمون ان التربه فهي وبالضبط تربه الحقل فهي غنيه بالاملاح المعدنيه التي تحتاجها النباتات لكي تنمو وتعيش لكن الرمل المغسول لا ي... لا تتوفر او لا توجد فيه هذه الاملاح المعدنيه وبالتالي النبته لا تن... لا تنمو سننتقل الآن إلى تجربة أخرى ثالثة لدينا هنا أصيصان ألف وباء الأصيص ألف قمنا بغرس نبتة خضراء داخله ونفس النبتة يعني نبتة مشابهة لها قمنا بغرسها في الأصيص بَ كما هو موضح على الشاشة، ونقوم بسقي سقي هاتين النبتتين بانتظام بالماء مع العلم أن التربة الموجودة في الأصيصين هي تربة الحقل تربة حقل بمعنى أنها غنية بالأملاح المعدنية. في بداية التجربة سقي النبتتين بانتظام لعدة أي أيام مع تغطية النبتة ب بورق مقوى به بعض الثقوب التي لا تسمح بمرور الضوء إذن كما تلاحظون في الصورة الثانية قمنا بتغطية الأصيص أو النبتة ب بورق مقوى به بعض الثقوب التي لا تسمح بمرور الضوء اذا بعد هذا او بعد مرور ايام حصلنا على هذه النتيجه النهائيه نلاحظ النبته في, في الاصيص اليف والنبته في الاصيص ب اذا دائما السؤالين اللذين نطرحهما هما كيف كانت النبتتان في بدايه التجربه وكيف اصبحت النبتتان في نهايه التجربه اذا نرجع الى النتيجه هذه بدايه التجربه نلاحظ جيدا ثم هذه الصوره للنتيجه النهائيه في نهايه التجربه اذا نفكر في الجواب عن السؤالين كيف كانت النبتتان في بدايه التجربه وكيف اصبحت النبتتان في نهايه التجربه اذا بعد ان فكرتم في الجواب ننتقل الى الجواب ننتقل الى الجواب اذا في البدايه النبتتان مخضرتان اذا هذا يظهر من خلال الصوره النبتتان مخضرتان ثم وفي النهايه النبته ا نمت واخضرت والنبتة ب ضعفت واصفرت اذا النبته ا نمت واخضرت في نهايه التجربه ولكن النبته ب ضعفت واصفرت اذا هذا يظهر من خلال نتيجه التجربه النبته ا نمت واخضرت بينما النبته ب ضعفت واصفرت وصفر اذا في نظركم السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حصلنا على هذه التجربه اي بطريقه اخرى ماذا نستنتج من هذه التجربه اذا ماذا تستنتجون من خلال هذه التجري... التجربه ماذا تستنتجون من خلال هذه التجربه اذا اعطيكم مهله للتفكير اذا ننتقل الى الاستن تاج. الاستنتاج الثالث الاستنتاج الثالث نستنتج من خلال نهايه نتائج التجربه ان الضوء ضروري لنمو النباتات نستنتج ان الضوء ضروري لنمو النباتات إذن كما تلاحظون في التج بداية التجربة قمنا بتغطية النبتة باء بورق مقو مقوى لذلك ال النبتة باء لا تحصل على القدر الكافي من ضوء أشعة الشمس الشيء الذي جعل النتيجة تكون هكذا يعني ال ضعف النبتة واصفرارها نظرا لعدم وجود ضوء الشمس وبالتالي فالضوء كما قلنا ضروري لنمو النبا النباتات إذا من أين تستمد النباتات الضوء الذي تحتاج إليه إذا هذا السؤال نفكر فيه قليلا من أين تستمد النباتات الضوء الذي تحتاج إليه إذن في نظركم أعزائي التلاميذ من أين تستمد النباتات الضوء الذي تحتاج إليه؟ علما أن كما شاهدنا في الدرس أن النبتة لا تنمو إذا لم تتعرض للضوء إذا لماذا من أين تستمد هذه النباتات الضوء الذي تحتاج إليه؟ فكروا معي إذا بعد التفكير ننتقل إلى الجواب، الجواب هو: تستمد النباتات الضوء من أشعة الشمس، تستمد النباتات الضوء من أشعة الشمس، إذا كما تعرفون أن النباتات تكون غالبا في الطبيعة وهي معرضة لأشعة الشمس، لذلك نجد أن النباتات التي تكون معرضة للشمس تنمو وتكبر بسرعة أكبر من بعض النباتات التي لا تكون معرضة أكثر لأشعة الشمس. كما تلاحظون مثلا بالنسبة لبعض النباتات التي تنمو في الظلال أو تحت الأشجار، غالبا ما نجدها ضعيفة ومصفر. مصفرة بينما النباتات الأخرى التي تكون معرضة للشمس وغير مغطاة تكون تنمو بسر بسرعة كبيرة إذا هنا سننتقل إلى صياغة ملخص لهذا الدرس الذي أنجزناه خلال هذه الحصة إذا نلاحظ بأن بأننا أنجزنا ثلاث تجارب، التجربة الأولى بينا من خلالها أهمية الماء بالنسبة للنباتات، والتجربة الثانية استنتجنا من خلالها أهمية الأملاح المعدنية بالنسبة للنباتات، ثم التجربة الثالثة استنتجنا من خلالها أهمية الضوء بالنسبة للنباتات، الآن.. سنقوم بصياغة ملخص وذلك بملء الفراغات بالكلمات المناسبة إذا تحتاج النباتات لحياتها ونموها إلى و و الذي تستمده من أشعة الشمس إذا هذا هو الملخص والمطلوب منكم أعزائي التلاميذ هو ملء هذه كتابة أولا هذا الملخص ثم ملء الفراغات بالكلمات المناسبة إذا أعطيكم مهلة للتفكير عن الجواب اذا الجواب او الملخص سيكون على الشكل التالي تحتاج النباتات لحياتها ونموها الى العنصر الاول اللي هو الماء ثم العنصر الثاني الذي هو الاملاح المعدنيه ثم اخيرا الضوء الذي تستمده من اشعه الشمس اذا ساعيد الملخص تحتاج النباتات لحياتها ونموها الى الماء والاملاح المعدنية والضوء الذي تستمده من اشعة الشمس، اذا ننتقل الى تمرين اخير متعلق بالاستثمار اكتب تنمو او لا تنمو مع تعليل الجواب لدينا تربه جافه زائد ملاح معدنية زائد ضوء رمل مغسول زائد ماء زائد ضوء تربة زائد ماء زائد ملاح معدنية زائد ضوء تربة زائد ماء زائد ملاح معدنية زائد ظلام إذا سنكتب تنمو أو لا تنمو أمام هذه العبارات مع تعليل الجواب أعطيكم مهلة للتفكير ننتقل إلى الجواب هنا في الجملة الأولى لدينا لا تنمو النباتات لغياب الماء إذا لدينا تربة جافة أملاح معدنية ضوء إذا ليس هناك ماء إذا النبتة لا تنمو أو النباتات لا تنمو لغياب الماء ثم ثانيا رمل مغسول ماء ضوء الجواب لا تنمو النباتات لغياب الأملاح المعدنيه اذا هنا لا تنمو النباتات لغياب الاملاح المعدنيه تربه زائد ماء زائد املاح معدنيه زائد ضوء تنمو النباتات لوجود جميع او كل العناصر تنمو النباتات لوجود كل العناصر ثم اخيرا تربه زائد ماء زائد املاح معدنيه زائد ظلام لا تنمو النباتات لغياب الضوء اذا لدينا هنا ظلام لا تنمو النباتات لغياب الضوء اذا هكذا اعزائي الاطفال نكون قد اتينا على نهايه حصه هذا الدرس وشكرا على انتباهكم